معك الدكتور محمد ماجد برزنجي، أنا استشاري أطفال ومراهقين، حاصل على تخصص دقيق في الأمراض الصدرية والحسية واضطرابات النوم للأطفال والمراهقين. اليوم أنا حاب أكلمكم عن الالتهابات الجهاز التنفسي، واللي هي شائعة الحين هذه الأيام بشكل كبير جدا، بخصوص إن إحنا الحين في فصل الشتاء، فبتلاقي أغلبية الأطفال عندنا بحرارة شديدة، زكام، ألام في الحلق، فقدان شهية الأكل، خمول. الالتهابات التنفسية ممكن تكون جرثومية، ممكن تكون عدوى فيروسية، ممكن تكون عدوى بكتيرية أو فطريات، أو إن هي ممكن تكون نتيجة حساسية أو نتيجة التعرض للمهيجات. ما معنى المهيجات؟ شيء كثير وشائع عندنا في مجتمعنا الشرقي عموما، الشيء اسمه التدخين. التدخين موجود، تلاقيها في القهاوي برا، في المطاعم بعض الأوقات، بس الحمد لله دحين طلع قرار ممنوع التدخين. أسباب تحسسية، بعض الأوقات في ناس بيكون عندهم حساسية من الغبار بيكونوا، فهدول طبعا في الفترة هذه من الأفضل إن هم ما يطلعوا للمحيط الخارجي، إن هم يتعرضوا للهواء الطلق في الأجواء هذه. بالنسبة للعلاج طبعا في أنواع علاجات كثيرة جدا، أهم شيء في العلاج الوقاية، لأنه إحنا زي ما كانوا يقولون زمان الوقاية خير من العلاج، فالعلاج طبعا هو الوقاية هي أحسن شيء. أهم شيء وأنا دائما أنصح به اللي هو التطعيم. التطعيمات طبعا في تطعيمات تبع الجدوى الأساسي في أي دولة من البكتيريا والجرثومات الشائعة اللي هي بتسبب التهابات، فطبعا هذا التطعيم أنا أنصح به بشدة. في تطعيم الآخر اللي هو تطعيمات زيادة اللي أنا أنصح بها بشدة كمان، اللي هي الإنفلونزا فيروس، التطعيم ضد التطعيمات الإنفلونزا، مش هو رشح أي رشح من أنف نسميه إنفلونزا. الوقاية الأخرى طبعا الابتعاد عن الدخان، وزي ما تكلمنا إحنا عن التدخين، ما في تدخين داخل المنزل. بالنسبة للعلاجات الواحد مفروض يكون عليها، أول ما حد يزكم لازم ياخد راحة في البيت، ما نودي الطفل على المدرسة، شرب الكثير من السوائل ممكن سوائل من المياه أو عصيرات مثلا فيها الفيتامين سي، وبعدين عدم التعرض للروائح القوية. الروائح القوية ممكن تكون إيش؟ قلنا البخور، الفواحات في المنزل، هذه كلها مهيجات للصدر. وطبعا حرجع أقول لكم الدخان أكيد طبعا، هي المضادات زي المضاد الحيوي وكذا، بس المضاد الحيوي هذا لعلاج فقط العدوات البكتيرية اللي هو في العمر الأطفال جدا بتكون قليلة، ترى نادرة ما بتلاقي الطفل بيصاب بعدوى بكتيرية ان هي تؤدي الى ان احنا نبدأ على مضاد حيوي.